الحمد لله، يعني فضلت اتعب واعمل اللي عليا واوصل اللي انا فيه. النادي الاهلي فريق كبير جدا، والنادي الاهلي اللي يطلبني، وانا الحمد لله انا عملت اللي عليا. النادي الاهلي يعني ما اقدرش اوصف رغبتي النادي الاهلي من ساعه ما وقعت على الدنيا. النادي الاهلي هو رغبتي في حياتي يعني، وبشكر النادي الاهلي يعني اللي هو واثق فيا والجهاز الفني، واللي انا اقدر اعمل حاجه ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي باذن الله. يعني جماهير النادي الاهلي جمهور كبير، ان شاء الله عند حسن ظنهم باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله، واقدر اعمل لهم اي حاجه ان شاء الله عشان باذن الله يعني نحقق بطولات والمزيد من البطولات باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. يعني كان جالي عروض طبعا من بره، والنادي الاهلي فريق كبير، من زي ما قلت لك في الاول النادي الاهلي ساعه ما وقعت على الدنيا رغبت ان انا ان شاء الله العب في النادي الاهلي، ومن النادي الاهلي ان شاء الله اقدر اعمل حاجه ان شاء الله بره، اسافر بره. النادي الاهلي فريق كبير وبيقولوا حاجات طبعا كبيره، وانبي طبعا فريق كبير، وبتمنى لهم التوفيق الفتره ان شاء الله الجايه، واللعبة بتاعت انبي لعبه كبار طبعا، واشكرهم واشكر مجلس اداره نادي انبي، الناس طبعا محترمه جدا، وان شاء الله انا باذن الله اعمل حاجه للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. طموحاتي ان شاء الله الدوري باذن الله خلاص يعني ان شاء الله، وافريقيا باذن الله تبقى لينا باذن الله الفتره الجايه. المنافسه هتبقى قويه ان شاء الله، بس انا اقدر اللي اعمله ان شاء الله، احط نفسي في التشكيله باذن الله واعمل اللي عليا ان شاء الله، وربنا معايا باذن الله الفتره الجايه. رسالتي اللي انا اقول لهم ان شاء الله المزيد من البطولات، انا اقدر اعمل لكم حاجه ان شاء الله، واسعدكم انتوا دايما على طول مبسوطين. النادي الاهلي على طول بسطكم، مش صلاح محسن بس لما يجي ولا يبسط، الاهلي طبعا فريق كبير، ان شاء الله باذن الله المزيد من البطولات، وان شاء الله بقدر المسؤوليه باذن الله.